جالنا ولد جديد يا بنات زرعته. يا بنت بس يا بنت انت واي يا بنت مال. تعالي يا حبيبتي تعالي يا حبيبتي مال. اقعدي يا اختي ريحي. قولي لي يا حبيبتي مالك فضفضي قولي لي. ده القلب على القلب رحمه وكل عقده وليها حلال. سيبوني يا ناس اللي انا فيه سيبوني في الوجه السوداء. ايه يا بنت اللي انت فيه مخدرات ولا سرقه ولا اداب؟ يا لهوي يا لهوي انا ماليش دعوه بالكلام ده خالص والله. بريئه ومظلومه بريئه ومظلومه يا ناس من دول. الله اللي كان السبب. مين يا بنت اللي كان السبب؟ اللي ما يتسمى اللي اسمه علوي. هو اسمه علوي وعمل اسم علوي بتاعك ده؟ تهمني تهمني وظلمني زور. يه وتهمك في ايه يا بنت؟ قال ايه؟ سرقت منه 5000 جنيه. 5000 جنيه حلوين يا بنت مش بطالين. امتى سرقتيهم؟ اما كنت عنده في الشقه. شقت ايه يا اختي؟ بعدي عندنا الله يسيك. يا بنت قولي احكيلي. ده احنا وليا يا بنت زي بعض. وانا بصي ممكن اطلعك زي الشعره من العجينه. قولي يا حبيبت كل بثوابه. مظلومه يا ناس والله مظلومه. حتى انتوا كمان مظلومه. مظلومه ما لقيتش هنا ليه؟ جايبنا عشان تسلينا ولا يمكن تكوني جاسوسه علينا؟ جاسوسه. صح يا بنت جاسوسه.
يا حول الله يا ربي، وسبت البنايه في الحجز لوحدها يا ابراهيم؟ وانا كان بايدي ايه اعمله بس انا بويه منه لله، يا ربنا يهدي اقواه. هي يعني عشان البنت شريفه ومش عايزه تمشي معاه في طياره العاوج يقوم يعمل فيها كده؟ قدر ومكتوب، واللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. كبدي عليكي يا سعديه. يعني ايه الكلام ده يابا؟ يعني سعديه في خطر؟ والله لو فضل علوي مصر على كلامه واتهامه ليها وضعها هيبقى صعب قوي. يا دي الاذيه، يا دي التلطيم اللي انت فيه يا سعديه. هو انت ناقصه عذاب فوق العذاب اللي انت شايفاه طول عمرك؟ يا عيني عليكي وعلى بختك يا اختي. قادر ربنا يظهر الحق ويخرجها من الازمه اللي هي فيها، ربنا ما يرضاش بالظلم ابدا. صعبان عليا قوي يا اما، قلبي بيتقطع عليها. ومن سمعك يا ابني. ده انا الدمعه كانت هتفر من عيني وانا واقف عاجز مش عارف اعمل حاجه وهم واخدين على الحجز. حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا علوي يا ابني اللي انت ابنها. يعني ايه؟ هنسيبه بعد اللي عمله في سعديه؟ هنسيبه كده هايص وهي مرميه في الحبس بسببه؟ انا هتصرف يا شوقي يا ابني. وهتعمل ايه يا ابراهيم؟ اللي ربنا يقدرني عليه نبويه. طب ما تكلم الاستاذ يابا وتخليه يقف جنبيها في المصيبه دي. استاذ مين ده اللي اكلمه يالا؟ الاستاذ محمود اللي بتشتغل عنده يابا، هو في غيره؟ اي والله صح يا ابراهيم، شوقي عنده حق، ما تكلم الاستاذ ينوبكوا فيها ثواب، ده هو الوحيد اللي يقدر يخرجها من اللي هي فيه. ادخل. بعد اذنك يا بيه، ابراهيم افندي جه وعايز يقابل حضرتك دلوقتي. خليه يتفضل. حاضر اتفضل. اهلا يا ابراهيم افندي. انا اسف يا باشا ان انا جيت لسعادتك في ميعاد متاخر زي ده. ده بيتك يا راجل، بس في حاجه. مشكله سعاده الباشا. مشكله سعاديه اللي سعادتك مسك لها قضيه الطلاق بتاعتها. سعاديه؟ مالها سعاديه؟ حظها وحش يا باشا والدنيا ملطشه معاها، لو انها ما تستاهلش كده ابدا. طب اهدى بس يا ابراهيم وفهمني ايه الموضوع. انا هحكي لسعادتك على كل حاجه. انور بيه، واضح ان علوي بيتدلع على البنت، ده واضح جدا من اقواله واقوالها في المحضر. ودي الحقيقة والله. وجايز يكون سرقت الفلوس فعلا وبتتبلع عليه عشان تبرأ نفسها. ايوه بس قراية المحضر بتؤكد لي انها بريئة. يا باشا دي متربية في وسطينا مش وش الحاجات دي. بص يا محمود بيه، احنا بناخد اقوال الطرفين والنيابة صاحبة الشأن في اتخاذ القرار. ادخل. سي ابراهيم افندي، سي محمود بيه، والله العظيم عملت حاجة يا اخويا، والله العظيم ده علوي هو اللي. مفهوم مفهوم مفهوم، ان شاء الله انت هتطلعي بريئة من التهمة دي. بس ده لو كان اللي قاله لي ابراهيم مظبوط، واللي انت قايلاه عن علو في المحضر حصل منه فعلا. والله العظيم حصل، والله العظيم حصل. بقى انا ما القرش حرام ده عمرها ما حصل. انت قادره الناس بيا، انت قادره الناس بيا. على العموم يا سعديه انا هحاول اساعدك وان شاء الله ربنا يقدم ما فيك. يعني هنخرج من هنا دلوقتي؟ لا يا ست مش ممكن، لانك هتتحولي الصبح على النيابه. يا لهوي يا لهوي، نيابه؟ ما تخافيش يا سعديه، ان شاء الله هتطلعي منها على خير. ايه بس كده يا اخواتي؟ يا رب ده انت عالم بحالي. الصبر يا سعديه، شده وهتزول ان شاء الله. قولي لي يا سعديه، انا عاوزك تحكي لي بالتفصيل ايه اللي حصل في المحل بالظبط قبل ما تمشي، ومين من زمايلك كان موجود ساعتها. حاضر يا بيه، هقول على كل حاجه. كدابه يا استاذ في اصل وشها، كل كلمه قالتها كدب. سعديه مش كدابه. امال يعني انا اللي كدبت؟ انا ما قلتش كده، يمكن الفلوس راحت كده ولا كده، ولا انت اشتريت بيهم بضاعه وناسي. بقول لك ايه يا سي ابراهيم، الفلوس بتتحط في الدرج هنا ملهاش مكان غيره، اما من ناحيه شراء بضاعه ما اشتريناش ما حصلش، يبقى راحوا فين ال 5000 جنيه؟ طب انت اكتشفت السيره دي امتى؟ قبل ما اتشطب كانت فلوس موجوده، قبل ما اقفل المحل ما لقيتهمش. وعرفت ان سعديه سرقتهم ازاي؟ هيبقى سهيتني وسرقتهم. سهيتك وسرقتهم؟ ما انت قاعد على المكتب والدرج فيه الفلوس. ايوه الدرج فيه الفلوس، بس انا ساعتها قمت وقفت على باب المحل هنا اهوي رجليا لا مؤاخذه، وسبت الدرج مفتوح مش مخون حد، مفيش حد غريب. وبعدين انت ايه حكايتك بالظبط يعني؟ جاي تسالني وتحقق معايا في ايه؟ الكلام اخده وعطى يا علوي. بلا اخده بلا عطى بقى يا سي ابراهيم، وجع الدماغ بتاعك ده، انت ايه حكايتك؟ هتعمل لي محضر ولا انت بليس ولا ايه يعني؟ محضر ولا بليس؟ انا قلت اجي اتكلم معاك يمكن ضميرك يصحى وترحم البنت المظلومه دي اللي انا متاكد انك عارف انها مظلومه. مظلومه ايه يا سي ابراهيم؟ بقول لك ايه؟ ده محل اكل عيش، وقفتك دي ملهاش لازمه، ما تعطلناش بقى، على السلامه يلا. ماشي يا علوي، ليه كلام تاني مع ابوك؟ براحتك. ايه البلاوي دي يا اخويا اللي بتحدف علينا دي؟ صدقني ابنك ظلمها يا حاج، وانت ما ترضاش بالظلم ابدا. ومين يرضى بالظلم بس يا ابراهيم افندي؟ ما انا عشان كده جيت افطمك وافهمك الموضوع من طقطق السلام عليكم. ما انا يا ابراهيم افندي مش ممكن اصدق ابدا الكلام اللي بتقوله على علو ابني. ازاي بس علو ابني كان بيترازل عليها عشان يجرها للحرام؟ ازاي؟ ده انا ابن علوي متربي كويس قوي، وبعدين ده راجل متجوز ومخلف وبيصلي وبيعرف ربنا كويس. صدقني يا حاج انت مخدوع في ابنك.
استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. ما تزعلنيش منك بقى يا ابراهيم افندي. سعديه عفيفه وشريفه ونفسها مكسوره وما تعملش عامله زي دي ابدا. وهي عملتها ده، حتى انا كنت واخد على خاطري منك انك جبت لي واحده تشتغل عندي وبضمانتك وتطلع حراميه. يا حاج انت ابن سوق وداير وليك نظره في البني ادم وتفهمه طوالي، بقى بذمتك بنظرتك لسعديه ممكن تعمل عامله زي دي؟ والله اللي يشوفها يقول ما يطلعش منها العيب، بس الشيطان شاطر وهو وزها وخلاها تعمل العامله السوداء. برضه مش عايز تصدق انها محبوسه ظلم وان ابنك كذاب. بقول لك ايه يا ابراهيم افندي، احنا صحيح في بينا موده ومحبه بقالها سنين، بس ما اسمحلكش ابدا انك تقول على علو ابن الكلام ده، وبعدين هو الموضوع في البوليس وهو اللي هيجيب لنا حقنا. يعني ده اخر كلام عندك يا حاج؟ بقول لك ايه يا ابراهيم افندي، لو عايز محبتنا تدوم طلع نفسك من الموضوع ده خالص. امرك يا حاج بالاذن. استنى اما اجي اوصلك. لا خليك مرتاح، انا عارف سكتي كويس. حول ولا قوه الا بالله. السلام عليكم يا حاج. سلام يا علو، تعال يا ابني انا عايزك. ايوه يابا. العيال فين؟ مش سامع صوتهم يابا. العيال ومراتك راحوا يتغدوا عند عمك هناك. وسايبينك لوحدك؟ اما العيال دي ملاش حق بصحيح. ما انا كنت هلحقهم كمان شويه. طب وليه يابا مروحش معاهم؟ ما انا كان عندي ضيف ولسه نازل. مين يابا الضيف ده؟ ابراهيم افندي اللي جاب لنا سعديه تشتغل عندنا. ايه؟ وازاي يابا تقابله وتضيفه بعد ما جاب لنا البت الحراميه دي؟ وكان عايز منك ايه بقى بسلامته ابراهيم ده؟ اسمع يا علو يا ابني، انا هجيبها لك كده من الاخر وبصراحه. انت لازم تقول لي حقيقه اللي حصل والفلوس اللي اتسرقت دي. يابا ما انا قلت لك على كل حاجه بصراحه. شوف يا ابني، انا طول عمري بنصحك انك ما تلقحش جتتك على بنات الناس، وخصوصا البنات الغلابه اللي بيجوا يشتغلوا عندنا عشان ياكلوا لقمه عيشهم بعرق جبينهم. وانا بعمل بالنصيحه دي يا حاج. يمكن بقيت تعمل بيها دلوقتي، انما زمان يا انت لسه فاكر يا حاج، زمان كنت الشباب، لكن انا بعد ما اتجوزت بنت عمي من يومها يا حاج وانا ماشي على الصراط المستقيم. وبعدين لزومه ايه الكلام ده دلوقتي يا حاج؟ انت صحيح رميت جتتك على البنت ولما مرضيتش اتهمتها التهمه دي؟ انا صحيح اللي ما عندوش كاش هيعمل ما بداله، ما يكونش بقى الراجل الخرفان اللي اسمه ابراهيم هو اللي جه وقال لك الكلام الفارغ ده يابا. اهو هو ابراهيم ونفس الكلام ده اللي قالته سعديه في محضر البوليس. يابا دي تلقيح جتت عشان البنت الداري عاملتها. انا ابص لواحده زي دي؟ طب هبص لها ليه؟ ده انا بنت عمي عندي بالدنيا وما فيها، ده الدوفر اللي بتطاره من صباحها برقبة عجعصها ست. يا حول الله، انا ابص لها قال يعني مشوارك ما جابش نتيجه، جه على قله فايده. ده اللي حصل يا باشا، الواد ملبس ابوه العمه وكبسها له على الاخر، والراجل على نياته ومصدقه. بس والله العظيم يا باشا ان سعديه مظلومه. شوف يا ابراهيم، لو سعديه مظلومه ان شاء الله ربنا هيظهر الحق. سعديه كانت قالت لي في الاسم ان ليها زميله بتشتغل معاها اسمها انصاف. ايوه انصاف يا باشا. انصاف أيوة. كده ايوه. قول لي هو البوتيك بيقفل الساعه كام؟ الساعه 10 يا باشا. حلو قوي، يبقى في وقت. اسمع انا عاوزك تجيب لي انصاف لحد هنا حالا. حالا يا باشا تكون عندك. يلا. يا دكتور هاشم انا بعتذر لك، معلش مش هقدر اقابلك في النقابه الليله دي، لا عندي شويه شغل كده هياخروني في المكتب. ان شاء الله بكره اشوفك في المحكمه. مع الف سلامه يا دكتور. مع السلامه. مع السلامه. سالوي. نعم يا ست انصاف. أنا في كلمتين على لساني وعايزة أقولهم لك. قولي يا أختي، عايزة تقولي إيه؟ ليه كده بس يا سعلوي؟ ده حتى حرام والله. هو إيه ده يا بنت اللي حرام؟ اللي أنت عملته في سعدية. اللي عملته في سعدية تستاهله يا أختي. عايزاها تقلع أفراد المحل وأسيبها كده؟ ليه؟ فلوس مالهاش صاحب؟ من ليها في الشارع؟ يا سعلوي سعدية مظلومة، وأنت عارف كده كويس. مش عرفك يا بنت إنها مظلومة. وبعدين بتدافع عنها قوي كده ليه؟ تكونيش يا بنت متفقة مع سعدية على العاملة المنيلة دي عشان تلهفوا الفلوس وتقسموها سوا؟ كلام ايه ده بس يا سعلوي؟ اسمعي يا انصاف، انت تتلمي خالص ومالكيش دعوه بالحكايه دي، ولا عايزين ارميكي بره انت كمان ولا بسك تهمه؟ يا سعلوي ده انت عندك ولايه، حرام عليك. قلت لك اخرس يا بت. اسمعي بقول لك ايه،
مالكيش دعوه بالحكايه دي خالص. يلا اتفضلي امشي رواحي. يلا يلا امشي من قدامي يا تكل بلا السعديه يا مظلومه. قال انصاف عم ابراهيم. ايوه انا. خير يا عم ابراهيم، عايز حاجه؟ انا عاوزك ما تخافيش من حاجه يا انصاف. اقعدي، انا عاوزك تقولي كل اللي تعرفيه بصراحه. انا عرفت من عمك ابراهيم انك وسعديه اصحاب قوي وبتحبوا بعض كمان، وكنا اكتر من الاخوات كمان يا بيه. طب انت ايه رايك في سعديه؟ من انهي ناحيه؟ اخلاقها يعني. بصراحه يا بيه انا ما شفتش حد زي سعديه، فادابها واخلاقها وطيبه قلبها كمان يا بيه. طب هو صحيح كان علو ده بيترازل عليها وبيحاول؟ انت فاهمه طبعا قصدي يا انصاف. فاهمه يا بيه، بصراحه بقى كان بيحصل. بس على مين؟ سعديه كانت دايما بتصد، وعمرها عمرها ما ادت له ريق حلو ابدا يا بيه. طب كويس قوي. بس انا في عرضك يا بيه، ما تجيبش سيره ان انا قلت حاجه زي دي ابدا، لحسن لو علو عرف هيطردني ويقطع عيشي. ما تخافيش يا انصاف من اي مخلوق، ما دام بتقولي الحق والرزق على الله يا بنتي. وحتى لو طردك ان شاء الله ربنا يقدرني واشوف لك شغلانه احسن من دي بكتير. بس يا بنتي تقولي اللي تعرفيه يا بيه. ما هو اصل انصاف انا عارف ومتاكد انك عارفه ليه علو اتهم سعديه، بس خايفه تقولي. وانا بقول لك ما تخافيش طول ما انت في حمايه البيت. وانت يا انصاف ما يرضيكيش ان سعديه تدخل السجن وانت عارفه انها بريئه. والله يا بيه سعديه صعبانه عليا قوي. يبقى انت متاكده انها مظلومه؟ متاكده يا بيه. يبقى تقولي بقى اللي تعرفيه يا انصاف. اتكلمي بقى يا انصاف اتكلمي. انا هتكلم بصراحه يا بيه، ورزقي بقى على الله. ليلتها لما شطبنا علو شخط فيا وخلاني امشي، وما خلانيش استنى سعديه لما تغير هدومها عشان تمشي معايا، وهددني بالطرد. وبصراحه بقى يا بيه كان باين قوي ان له غرض من كده. وخرجت من المحل قلقانه قوي على سعديه، لاني عارفه نيه علو من ناحيتها. ساعتها حسيت بالقلق على سعديه، فرجعت وبصيت وشفت كويس قوي قوي يا انصاف. يعني انت شفت علوي وهو بيحط الفلوس في جيبه بعد سعديه ما مشت من المحل؟ اهو ده اللي حصل يا بيه. عرفت بقى يا استاذ ان سعديه مظلومه وانها اشرف من الشرف؟ انا كنت عارف يا ابراهيم، بس دلوقتي اتاكدت. قولي لي يا انصاف. تحت امرك يا بيه. الكلام اللي انت قلتيه ده مستعده تقوليه في محضر رسمي في البوليس؟ هقوله يا بيه، بس اما قلت لك اتكلمي ما تخافيش. وانا مسؤول عن اي حاجه تحصل لك زي ما وعدتك، بس تقولي كلمة الحق. وكلمة الحق إذا ما عجبتش علوي هتعجب أبوه، لأنه ما يرضاش باللي ابنه بيعمله، ويبقى بقى يربيه من الأول وجديد. وأنا مستعد أقول الحقيقة، سعدية غلبانة زي حالاتي، وأنا لازم أقف جنبها، لأن اللي حصل لها ده ما يرضيش ربنا أبدا. يا ناصر الحق يا رب. إيه رأيك يا سعلوي في الكلام ده؟ يا بيه ده كلام فارغ. أنت يا بنت يا إنصاف، أنت جبت الكلام ده منين؟ ده مش كلام فارغ يا سعلوي، دي الحقيقة، وده اللي أنا شفته، وقلته علشان أخلص ذمتي من ربنا. وكمان قلت للحاج حسين. كمان للحاج؟ طب يا انصاف ان ما وريتك وبتهددها قدام الباشا، مش كفايه انك ظلمت واحده بريئه بسبب اغراضك الدنيه؟ يا بدو الكدابين. وبعدين البنت يا انصاف دي شريكه سعديه في السرقه، وانا بتهمها يا كمان. لا يا علوي. يا الحاج انت اللي كذاب وظلمت البنت الغلبانه. جمعه اعترفت بكل حاجه وبنيتك السودة تجاه سعديه. جمعه؟ ايوه جمعه. جمعة اللي انت زل وكسر نفسه ومشي وراك على هواك عشان يعيني يحافظ على لقمة عيشه. جمعة بوسعيد يجي دلوقتي ويعترف بكل بلاويك وبصايبك اللي كنت بتعملها من ورا ظهري. اخص اخص عليك اخص. وانت حاجة ما كنتش مصدقني لما رحت لك. لكن لما اتأكدت يا سبراهيم، وكمان لقيت الفلوس المسروقة في دولاب البيت، جيت عشان اقول كلمتي. ليه يا ابني كده؟
ليه يا ابني توصل بيك الندالة والدناوة للدرجة دي؟ كلام ايه ده يابا؟ ده لابنك يابا، انت جاي تشهد عليا؟ انا اشهد ضد نفسي، انت بالحق اقص عليك، اقص اقص. هتروح فين من ربنا يا ابني؟ ليه كده يا علوي؟ ليه؟ ده انا جبت السعدية اشتغل عندكم عشان عارف ابوك كويس، راجل طيب ويخاف ربنا، تقوم تعمل عمالك السودة دي؟ سودت وشي قدام الناس، انما من هنا ورايح انا هيبقى لي معاك تصرف تاني. انت من النهارده رجلك ما تعتبش المحل. وانت يا انصاف يا بنتي، جاي يا بنتي شغلك تاني وما تعملولوش حساب، انا صاحب المحل والكلمه كلمتي. ربنا يخليك لنا يا حاج. ما ده كلام يابا، الجرى البنت عليا برضو. اخرس يا ولد. وانت يا سعدين ارجعي شغلك تاني يا بنتي، وهتبقي تتعاملي معايا انا، مش هتشوفي علوي خالص في المحل بعد كده. لا يا حاج، سامحني حد الله، والحمد لله انها جت لحد كده. يا سلام، هو في احل من ربنا؟ هو الحق المطلع على كل شيء، وعارف مين الظالم ومين المظلوم. ونعم بالله يا اختي، ونعم بالله. ده انا مفقوع من علوي ده بشكل، نفسي نروح له انا وحميده وندحلبه وناكله العلقه اللي هي علقه ما كلهاش حمار في مطلع لحد ما يقول حق برقبتي. لا اوعى تعمل كده يا شوقي، ما احناش ناقصين مصايب تانية يا اخويا، كفايه اللي خده. انا عشان خاطرك يعني اعمل اي حاجه سعديه، ان شاء الله حتى اربي نفسي في النار. شجيع يلا شجيع. طبعا يابا، وانا ليا بركه الا سعديه؟ طبعا يا اخويا، ما انت زي اخويا الصغير. طب ده انا حاسه ان ربنا عوضني بيك عن اللي راح. برضه اخويا يا يابا، انت مش ناوي تكلمها في الموضوع اياه؟ روح شغلك دلوقتي وكفايه عطله يا شوقي. ايوه بابا، يعني بس انا كنت عايزك بقى تكلم. بعدين يا شوقي بعدين. امرك يابا. الف حمد لله على سلامتك يا سعديه. الله يسلمك يا اخوي. يلا يلا. قال قول لي بقى، انا مش عارفه ازاي اتشكر للاستاذ محمود بيه. حق يا سعديه، ده يستاهل كل خير. والله يا سعديه ما تصوريش، الاستاذ كان متحمس قد ايه انه يساعدك. اذا كان بيساعد القريب والغريب، مش هيساعد سعديه اللي زي اختنا؟ وسبحان الله، ربنا الهمه ووجه نظرته ناحيه انصاف، زي ما يكون كان متاكد انها عارفه حاجه مخبياها وعاوزه تقولها. اهي البت انصاف دي بقى بالذات اللي طلعت اصيله وبنت ناس كويسين، انها قالت الحق. انصاف دي هي اللي نصفتني اسمي على مسمى وشهدت بالحق. ربنا كان رايد انه يظهر براءتك ويبين سفالة علوي. يا ساتر، راجل لا عنده شرف ولا ضمير ولا اخلاق. ده ايه النحس ده؟ انا مش لاقي شغل لغايه دلوقتي، انا خلاص اتخنقت. معلش يا حبيبي اصبر شويه. اصبر لغايه امتى؟ انا خلاص اتخنقت يا فريده، خلاص مش طايق. انا حاسس ان حبيبي اتحكم عليه بالاعدام. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا عصام؟ ما هو بصراحه حبيبتي بقى خايف اصل بيك معايا اكتر من كده، وانت بصراحه مش وش بهدله. لا يا عصام، لا ما تقولش كده، احنا الاثنين يا حبيبي مصيرنا بقى واحد. مش ده كلامك يا عصام؟ ما هو حبيبتي لازم ابقى كفء ليك، وانا على طول مفلس كده ولسه قدامي دراسه سنين طويله. معلش، ان شاء الله الظروف دي بكره تتحسن. بكره؟ احيل النهارده موتني بكره، ده انا حتى يا حبيبتي معيش اجره الاوضه اللي بتلمنا. طب انت محتاج فلوس قد ايه دلوقتي؟ لا 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 يا فريده، كفايه اول انت اديتهوني، كفايه. ايه اللي انت بتقوله ده يا عصام؟ فلوسي هي فلوسك، واللي معايا لازم يبقى معاك. انت معاك ايه بس يا فريده؟ هشوف واقول لك اهو. خبر ده انا مش معايا غير يا دوبك حق التاكسي. اقول لك خد. ايه دي يا فريده؟ دي الاسوره بتاعتي، باعها يا حبيبي واتصرف في ثمنها. لا يا فريده لا، انت فهمتيني غلط، مش انا الراجل اللي بيع صيغه ميراثه يا فريده. لا يا فريده لا، اسمع الكلام يا عصام، وبيع الاسوره وسدد ديونك، وبقيت الفلوس ابقى اصرف يا حبيبي عشان خاطري يا عصام، مفيش قدامنا غير كده. عشان خاطرك يا حبيبتي انا ارمي نفسي في النار، وعشان خاطرك بس انا هاخد الاسويره دي، وربنا يقدرني ويسعدك. انا دايما في الخدمه يا اميره هانم. متشكره يا استاذ محمود، متشكره قوي، ويا ريت يا ابراهيم افندي تخليك على اتصال بيا، خصوصا لو الاستاذ محمود بلغك باي جديد في قضيتي دي. ضروري طبعا يا هانم، وان شاء الله هتكسبي القضيه، اطمني. ما هو الاستاذ محمود طمني، وانا واثقه اني هكسبها، لانها عدته معايا في كل القضايا اللي فاتت. ربنا يقدم اللي فيه الخير. بعد اذنك يا اميره هانم، انا ليا طلب صغير عندك. انت تؤمر يا استاذ محمود. هو بخصوص بنت من طرف ابراهيم افندي. وانا تحت امرك. هي بنت طيبه واخلاقها ممتازه، بس ظروفها صعبه ومحتاجه شغلانه، فياريت بعد اذنك لو تلاقي لها شغلانه عندك في الحضانه. يا سلام، بس كده؟ ده انت حضرتك تؤمر، ده انت ايه ما وقفت جنبي؟ معقول هرفض لك طلب زي ده؟ وانا هكون شاكر لفضلك.
هي معاها شهادات؟ هي معاها الإعدادية على ما أظن، مش كده يا إبراهيم؟ تمام يا أستاذ، الإعدادية. خلاص حضرتك ابعتها لي وما تشيلش همها خالص، بس أنا المهم عندي إنها تكون حنينة وأمينة لأنها تتعامل مع أطفال. من ناحية الحنية اطمني، وأنا كمان أضمن لك الأمان. وهو كذلك. اتفضل حضرتك، الكارت في عنوان الحضانة والتليفون، وحضرتك تبعتها لي في أي وقت. متشكر قوي قوي يا مدام أمير. أنا متشكرة يا فندم. أهلا وسهلا، شرفت. مع السلامة. اتفضلي هنا. إلهي وإنت جاهي علي مراتبك ويجبر بخاطرك زي ما إنت دايما جبر بخاطري يا سي محمود بيه. بصراحة سعدية هو الراجل يستاهل منك الدعوة دي، إنت عارفة عمل ده كله من نفسه من غير ما حد يطلب منه أي حاجة. ربنا يزيده من نعيم الله. لكن قولي يا أبو شوقي، هي يعني شغلانة الحضانة دي كويسة كده ومناسبة لسعدية؟ إلا كويسة يا نونو، دي كويسة جدا، دي سعدية هتتبسط فيها آخر انبساط، شغلانة حلوة كده ورايقة. يا ما إنت كريم يا رب، اصل انت يا سعديه طيبه وتستاهلي كل خير. مساء الخير عليكم يا كتاكيت. مساء الخير يا واد، تعالى. ايه ده يابا، شكلكم مبسوطين؟ ايه انت جبت لها سيره؟ سيره يلا طبعا يا واد، امال يعني هيخبي عليها حاجه تخصها زي دي؟ الف مبروك يا سعديه، ده يوم المنى. تعالى تعالى تعالى. في ايه يا رب؟ ايه يابا في ايه يا رب؟ هرسي دومنا. ايه يابا؟ بعدين يا شوقي. بعدين ايه يابا، انت كل شويه تقولي بعدين. بعدين يا شوقي، مش دلوقتي، بعدين يابا. مش بعدين بقى يا شوقي، بعدين. خش دلوقتي غير هدومك. خش خش. حاضر يابا حاضر، ما نشوف اخرتها معاك ايه. خش يا شوقي. سلام، الف حمد وشكر لك يا رب. تعالى هنا. ايه كنتوا بتتودودوا في ايه؟ ده انت عارفه الواد شوقي ده هايف. ايوه ستي، كنا بنتكلم في ايه بقى؟ الست اميره صاحبه الحضانه اسمها على مسلم، هي فعلا اميره سكره وتتحط على الجرح الطيب. لا وايه، الشغلانه كمان ما فيهاش مشاكل، لا فيها بقى علوي ولا حد من عينته. ايوه كلها حريم والزباين شويه اطفال صغيرين. شوفي بقى، انت تكبسي على الست اميره وتقولي لها انا جايه من طرف محمود بيه كامل، كل شيء هيبقى تمام. مامي يا سلام، يا من انت كريم يا رب. كل اوراقك مظبوطه يا سعديه. ان شاء الله ربنا يخليكي ويهديكي ويرضيكي يا ست الكل. المهم عندي دلوقتي يا سعديه ان يكون عندي بطوله دلع الاطفال، تعمليه معامله كويسه، واعتبري كل طفل موجود هنا في الحضانه زي ابنك بالظبط. الأولاد ناس وعملها بين ايدينا. اطمني على الاخر يا ست هانم، ان شاء الله ربنا هيبيض وشي وهكون عند حسن ظن حضرتك واكتر كمان. ربنا يوفقك يا سعديه. ويا ترى اقدر استلم الشغل من امتى يا هانم؟ مادام اميره موصيانا عليك تقدري تيجي تستلمي من الصبح ان شاء الله. باذن الله يا ست هانم، من النجم هكون موجوده. الهي ما تنضمي ويزيدك من نعيم الله. قادر يا كريم. طب واخرتها يا استفردوس، اخره اللي انت عاملاه في نفسك ده ايه؟ اخرتها ربنا وحده هو اللي يعلمها يا روحيه. قادر ربنا يفك عنا الأزمة دي، ربنا يشفيك يا دنايا. كله بأمر يا ستي، بس مش معقولة يعني هتقعدي كده من غير أكل؟ ده انتي من صباحية ربنا ما دقتيش ازاي. بصي أنا أقوم أحضر لنا لقمة كده وناكل مع بعض وافتح نفسي. ماليش نفسي لا للأكل ولا للشرب يا روحي. طب لقمتين بس، ده أنا عاملة لك مسقعة. يوبا يا روحي سيبيني في حالي، مالكوش دعوة بيا يا ناس، مش عايزة أكل ولا أشرب. الله الله، إيه يا جماعة، إيه الزعيق ده كله؟ ما صوتك مسمع بره ليه يا دوسة؟ يا بيه الست مش راضيه تاكل خالص وعماله تحايل عليها، مش راضيه ابدا. ليه؟ عشان ايه ده كله يا فردوس؟ عشان اللي احنا فيه فؤاد، عشان اللي احنا فيه يا اخويا. اللي احنا فيه ده يا فردوس قضب ومكتوب علينا ومفيش مفر منه. ايوه، وقله الاكل مش هتغير من الموضوع شيء. ابني ضنايا يا ناس يبقى مرمي الرميادي وانا اكل واشرب ازاي بس؟ قائلة الأكل دي كمان هتموتك يا فردوس؟ غصب عني يا ناس. يا فردوس ابنك بيتعالج في مستشفى محترمة، واللي بيعالجه واحد من أكبر دكاترة البلد، وبرضه لسه ما خفش. إن شاء الله بإذن الله هيخف وهيبقى عالي العالي يا رب. عشان أطمنك، أنا زرت أيمن النهاردة في المستشفى ولقيته أحسن. صح فؤاد، أيمن بقى كويس ولا أنت بتضحك عليا؟ أنا برضو أضحك عليك يا فردوس. يعني صح يا سي فؤاد، أيمن بقى كويس؟ الحمد لله بقى كويس وهيبقى أحسن إن شاء الله. روح أنت حضر لنا لقمة كده عشان ناكلها مع بعض. من عينيا الاتنين هوا، من بقك لباب السماء يا فؤاد. وأنت يا ستي روحي زوريه في المستشفى بنفسك عشان تطمني. يصعب عليا قوي يا فؤاد لما بشوفه مرمي الرميات دي.
الرميه اللي انت بتقولي عليها دي ان شاء الله هتجيب نتيجه كبيره قوي، لان جسمه هيستريح وهيتخلص من السموم اللي كان بيتعاطاها. منهم لله اللي علمه الحاجات دي، منهم لله. اقعد يا ابراهيم ومد ايدك. معلش يا باشا، اصل الجماعه النهارده عاملين لي اكله. ايه؟ ما تقوليش لا جماعه ولا مش جماعه، ما هو انت لو ما قعدتش وكلت معايا انا مش هاكل. اقعد يا اخي كل معايا تفتح نفسك على الاقل. حاضر يا باشا. تاخد شوربه؟ لا يا باشا، شوربه ايه؟ خلينا في المفيد. طب يلا كل بقى اللي يعجبك. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن ازاي يا باشا يعني الاكل اللي موجود ده كله يعني ما بيفتحش نفس ساعتك؟ اعمل ايه يا ابراهيم؟ انا بقعد على السفره لوحدي زي ما انت شايف كده من ساعه هبه والدكتوره سرايا ما سافروا وانا نفسي اسدد خالص. لا اذا كان على كده يا باشا انا اجي لك على الفطار والغدا والعشاء اذا كان ده هيفتح نفسك. والله يبقى كتر خيرك، انا بكفيها ثواب. كل كل. لا مؤاخذه يا باشا. ده ايه ده؟ ده؟ دي بيكتب الشامبينيون. يعني ايه يا باشا بيكتم على الشامبينيون؟ دي لحمه بالشامبينيون. الشامبينيون ده يا باشا اللي انا اعرفه شارع في وسط البلد اسمه شارع شامبينيون. ده حكينا يا ابراهيم. شامبينيون يعني مشروم، فطر، عيش الغراب يعني يا ابراهيم. طب غراب ليه يا باشا؟ ما اللحمه موجوده ولو زيادتنا زيها قوي يبقى كمان. كل بس كل. اوعى اوعى هدى كده، كل دي هتعجبك قوي 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 قوي. بالك يا باشا، هو الاكل ده اللي بيسد نفسك. ازاي يعني؟ انت ساعتك يا باشا محتاج تاكل اكله حرشه تفتح نفسك، يعني شكشوكه مسقعة، بصارة. بصارة، يا سلام يا إبراهيم على طبق بصارة ومرشوش على وشه التقلية كده. يا سلام يا باشا بقى، وعيش محمص وفحل بصل واضرب. جريت ريقي على البصارة يا إبراهيم. أنا يا باشا بقى غرقان في الأكل الحرج ده، بس ما يمنعش يعني إن أنا ألقط اللحمة اللي موجودة، ولا مؤاخذة يعني مش عايز الشمبليون ده خالص. كل بالطريقه اللي تعجبك يا سي ابراهيم. بالمناسبه طمنتني ان الست سعديه راحت الحضانه واستلمت شغلها، مبروك عليها. البركه فيك يا سعد الباشا. كل كل كل، ومالكش دعوه بالشمالانديون. يا ما انت كريم يا رب. والله ما انا عارفه احكي لك واقول لك ايه، طول النهار وانا واقفه على كعابي، رايحه جايه رايحه جايه، ما بين العيل اللي عايز ياكل واللي عايز يروح الحمام واللي بيصرخ واللي واللي. ما هو شغل الحضانه كده يا سعديه، امال انت كنت فاكره ايه؟ نعمه احسن مما فيش. ربنا يقويكي على الشقه يا حبيبتي. والله ما انا عارفه ارد للاستاذ محمود بيه جمايله ازاي. انا بقول يعني اروح واتشكر له بنفسي؟ واجب يا سعديه، امال ايه؟ ودي تبقى اقل حاجه تعمليها. وانا بقول كده برضه. انا ما عملتش غير الواجب يا سعديه، انت تستاهلي كل خير. ده انت اللي تستاهل كل الخير يا وش الخير. ده انا مش عارفه ارد لك جمايلك اللي مغرقاني من ساس الراسي دي. بس ازاي يا استاذ؟ المصحف اللي انت جبته لي كفايه قوي، ده اجمل هديه. ممكن اقول حاجه يا استاذ؟ اتفضل يا سي ابراهيم. انت عارفه ايه كمان يا سعديه ممكن تقدميه للاستاذ وعمره ما يرفضه ابدا؟ قول يا سي ابراهيم افندي، وانا اعمله له برمش عيني. مش هتعمليه برموش عينيكي، هتطبخيه بايديك الحلوين دول. ايه اللي تطبخه؟ أكلة بصارة من اللي نفسك فيها وقلبك بيحبها. يا ندمتي بصارة، بقى دي بردك مقام الأستاذ. الأستاذ محروم من الأكل الشعبي بتاعنا بس بيحبه، ولا إيه رأيك يا أستاذ؟ يا سلام، أهي دي تبقى أجمل هدية ومقبولة من دلوقتي يا سعدية. ده أنا بقالي زمان ما أكلتهاش. وليه كده بس؟ ده النفس وما تشتهي. لأن دي أكلة من الممنوعات في البيت عندي، بس بكتر التقلية على وش الطبق يا سعدية. هو سعادتك يعني بتتكلم بجد؟ وجد الجد يا سعدية، مالك؟ مستغربة ليه؟ اكمني يعني حضرتك يعني. يا سعدية أنا في الأساس راجل فلاح وأهلي كلهم فلاحين. ها؟ قولينا بقى هتعملي البصارة إمتى؟ في الوقت اللي سعادتك تأمر بيه. اعمليها بكرة، خلونا في حموتها. من عينيا الاتنين. وأنا أجيبها وأنا جاي لسعادتك بكرة بالليل على المكتب. لا، أنا اللي هجيبها للبيه بنفسي. وليه تتعبي نفسك بس؟ يا سلام، تعبك راحة يا بيه. طب أنا عندي رأي تاني. لا أنا ولا أنت هنجيب البصارة للأستاذ.
ايه رايك يا استاذ لو تكبر بخاطرنا وتيجي تشرفنا وتاكلها عندنا في البيت؟ يا خبر ابيض، بقى الاستاذ بحاله هيجي عندنا بردك في السطوح يا سي ابراهيم. ايوه يجي يسهر معانا بدل ما هو قاعد لوحده، وبعدين نفتح نفس بعض. بقى معقول واحنا بردك قد المقام؟ وماله يا سعديه، انا ياما زرت ابراهيم افندي على السطوح وسهرت معاه. ايوه ده قبل ما تيجي تسكني معانا. وياما اكلت كمان من ايدين الست نبويه. اه والله ياما كان من ايد الست نبويه. بس عارف يا استاذ، اكل سعديه ده حاجه تانية خالص، نفسها في الطبيخ لا يعلى عليه، وانت هتدوق بنفسك وتتاكد. سنصحي. ايوه مدام. لمؤاخذه يا اخويا، وابني ايمن بيتعالج هنا كويس؟ هو من جهه بيتعالج بيتعالج. طب مش المفروض يعني اللي بيتعالج كويس يخف بسرعه؟ المفروض. امال ليه ايمن بس ما خفش لحد دلوقتي؟ هو الدكتور قال لك ايه؟ قال لي هيخف بس علاجه هيطول شويه. ما هو لازم يقول لك كده ولازم يطوله في علاجه. انتوا مش بتدفعوا الشيء الفلاني في اليوم الواحد؟ بندفع يا اخويا بندفع، ما هو كله على يدك وانت عارف. عارف يا ست عارف، بس هنعمل ايه؟ اهو كلام بيقولوه الدكاتره للزباين، ينيموهم ويسحبوا منهم الفلوس بالالوفات. يا اخويا انا مستعد ادفع اكتر من كده بكتير، ادفع اللي ورايا واللي قدامي، بس اشوف ايمن ضنايا ابني يخف كده ويقف على حلو تاني. طب ايه رايك بقى ان العلاج السريع اللي ريح ابنك موجود عندنا؟ عندك انت؟ اه موجود عندنا. ايه مستقليه بيك مني تمرجي؟ لا يا اخويا مش قصدي، انما يعني عارفه اللي زي حالاتي ياما مر عليه وشاف. طبعا يا اخويا اكيد، ما انت خبره. الدكاتره اللي هنا دول بياخدوا استشارتهم الطبيه في الحالات الموجوده من العبد لله اللي واقف قصادك ده. ربنا يزيدك من علمه يا سنصحي. وانا بقى عارف ايه اللي يريح ابنك من اللي هو فيه. هم شويه حقن هياخدهم ويبقى علي العال و100 فل و10. يجي على كتفك يا اخويا اعمل معروف. ومش هيكلفك كتير. يتكلف مهما يتكلف، المهم يا اخويا ابني يخف ويرتاح ويخرج من هنا. وانا هريحهولك اخر راحه، بس ما تجيبيش سيره لحد. وانا كمان يا اخويا هبسطك اخر انبساط، بس برضو ما تجيبيش سيره لحد. حاضر يا اخويا، خد حاجه كده على مقوسهم من يد من اعدامها، بس برضو خلي بالك زي ما فهمتك. حاضر يا اخويا حاضر، مش هجيب سيره لاي حد. فلوس فلوس فلوس. جرايه فريده، انت مش ملاحظه انك بتاخدي فلوس كتير قوي اليومين دول؟ وفيها ايه بس يا ماما لما اخد فلوس واصرف واخرج؟ وبعدين قولي لي بقى، من امتى حضرتك اتعلمتي البخل؟ لعمرك كنت بتساليني باخد الفلوس ليه ولا بصرفها في ايه؟ يا فريده يا بنتي، انت بتاخدي 600 جنيه في الشهر مصروف ايدك، هي صحيح فلوسك اللي سابها لك المرحوم ابوكي، لكن لما تطلبي اكتر من كده يبقى كتير كتير قوي. معلش يا ماما والنبي يا حبيبتي، بصي هما ال 500 جنيه دول بس، اصل الاسبوع ده هيوافق عيد ميلاد واحده صاحبتي وكنت عاوزه اجيب لها هديه، والنبي يا ماما عشان خاطري مش هي دي الاصول؟ اصول؟ طيب يا فريد حاضر اتفضلي، ادي ال 500 جنيه. ها ادي 500 جنيه. اتفضلي يا حبيبتي. يا ماما يا حبيبتي ربنا ما يحرمنيش منك ابدا. ايه ده؟ امال فين الاسوره الجديده بتاعتك؟ الاسوره الجديده بتاعتي؟ اه مش عارفه راحت فين. يعني ايه مش عارفه راحت فين؟ اصل القفل بتاعها كان مكسور يا ماما، فيظهر انه اتفتح ووقعت من ايدي من غير ما احس. يعني ايه وقعت من ايدك من غير ما تحسي؟ ما اعرفش بقى ماما غصب عني، يعني هعمل ايه؟ اللي تعمليه انك تحافظي على حاجتك وبلاش اهمال. حاضر يا ماما هحافظ على حاجتي بعد كده. باي باي بقى حقيقتي، ربنا ما يحرمنيش منك ابدا. باي باي. الحقني يا عم الوصحي، ابوس ايدك ابوس رجلك. ايه ده بس ريحني وخلصت الكلام اللي انا فيه ده. هتبقى 100 فل و10. ده والدتك موصياني عليك، وما تشوفها يبقى اقول لها انك بترتاح على العلاج بتاعي، بس اوعى تجيب سيره لحد. ها فاهم عم الوصحي؟ ايه ده بس؟ ايه ده؟ ايه ده كده؟ بسم الله ما شاء الله، كلامك طلع مظبوط يا ابراهيم، البصاره طعمها ما حصلش. صحه وعافيه على بدنك يا اخويا. ومطرح ما يسري يمري. والله زيارتك لينا النهارده يا سعاده البيت
ردت فينا الروح. انا كان الود ودي كده افرش لك الحاره من اولها لاخرها رمل. تشكر يا ست نبويه. وانت يا شوقي عامل ايه في شغلك؟ رضا سعاده البيه والقش يا معبد. لا ده شوقي دلوقتي بقى حاجه تانية خالص، ماشي في السليم، خصوصا بعد سعادتك ما جددت له الباترينا. بركه فيك وان شاء الله الباترينا تبقى دكان، والدكان يبقى ورشه كبيره، والورشه تبقى مصنع، وابقى رجل اعمال مال وهدومي. ربنا يديك يا شوقي وينولك اللي في بالك. اللي في بالي كتير كتير قوي، وباذن الله مسيره اوصل له. يا باشا رجعت تروح ليه؟ الحمد لله فضل ونعمه اكلت. معقوله يا باشا؟ هو انت لحقت يا استاذ؟ ده انا اكلت اكل ما حصلش بصراحه. البصاره بجد طعمه طعمه ما حصلش، انا عمري ما اكلت بصاره بالشكل ده. تسلم ايديك يا سعديه. طب عشان خاطري تاكل اللقمه دي. لا والله ما خد اللقمه من ايديها يا باشا، ما تكسفهاش. ماشي مش هكسفك يا سعديه. صح وعدت. لا بجد طعمه قوي. مطرح ما يسري يمر. يا كباشا قعدتنا تكون جت على هواك ومفيش اي حاجه مضايقاك. لا ايه اللي هيضايقني، ده القعده وصيك كده ترد الروح. عارف انا ايه اللي ناقصني في قعده زي دي؟ ايه يا استاذ؟ الجلابيه والعبايه، زي ما كنت اقعد على الطبليه مع اخواتي وامي وابويا وناكل كده. طب ليه حضرتك ما بتلبسهمش؟ ممنوع. ومين اللي يقدر يمنعك من راحتك ومن مزاجك بس يا بيه؟ الست الدكتوره مرات الاستاذه سعديه. لا مؤاخذه، هو ده طبع الست الدكتوره يا سعديه، كل شيء عندها بنظام. لا قصدي يعني مدام طبع الست الدكتورة يبقى خلاص. انا هقوم اجهز لكم الشاي. ادخلي اعملي الشاي عندنا يا حبيبتي، انا مجهزة كل حاجة جوه. هو حضرتك بتحبه تقيل ولا خفيف؟ خفيف يا سعدية. من عناية الاتنين. تسلم عينيكي.